مشاهدي 360 السلام عليكم مرحبا بكم في حلقه جديده من كازابلانكا ستوري. بعد ما اكتشفنا عين الشوق والحي محمدي اليوم اكتشفوا اول حي ديال الدار البيضاء اللي هو المدينه القديمه. المدينه القديمه هنايا بدات القصه ديال الدار البيضاء. مقارنه مع المدن العتيقه الاخرى ديال المملكه التاريخ ديالها كما غادي نكتشفوا في هذه الحلقه ما قديمش بزاف، لان المدينه كما تنعرفوها اليوم تاسست في القرن 18. سي قدميري خلق وكبر في المدينه القديمه اللي كان جاليها جدو هذه اكثر من 100 سنه. تويني هنا في الدار. اخويا كبير اون 45 الي ني هنا. حنا كنا 10 د لي فرير كنا مخالقين هنا. دونك على ليبوك انت فاش كنت صغير كيفاش كانت العيشه في المدينه القديمه ديال الطلبه؟ كانت خاويه الدنيا. خاويه الدنيا. كانوا بيضاوة انا محسوبين باينين، ما كانوا عائلتنا معروفين محسوبين. انا قلت هذا عم سكون عند هنا الفهري النصارى اللي كانوا بكري تيقريو، وقرينا حنا قرينا فابور، قامينا على والدينا فابور، كنا بلا درواز ومصحف وكتاب وقلم وميمحه، فهمتي؟ وكري لاكري هادو هما الادوات والتلاوه باش تمشيو للمدرسه. كما قلنا في الاول ديال الحلقه المدينه القديمه ماشي قديمه بزاف، هاو علاش؟ Cette médina elle est érigée sur l'ancienne Anfa, la cité qui daterait selon des historiens, qui remonterait au 7e siècle, qui a eu une histoire un peu mitigée et qui a été entièrement démolie par les Portugais. Et donc il y a eu une éclipse de cette cité dans l'histoire du Maroc pendant quelques siècles. Et on va arriver jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle où le sultan Alaouid, Sidi Mohamed bin Abdallah, va reconstruire, la réédifier. Et c'est lui qui va la nommer, même si le nom était déjà, se disait déjà par les Portugais et les Espagnols, Casablanca, puis Casablanca. Donc il va la nommer Dar al-Bayda Casablanca. Donc la Médina, ou Médina al-Qadima, elle est moderne et elle date de la moitié du XVIIIe siècle. من ديما المصير ديال المدينة القديمة كان مرتبط بالمرسى، هي اللي كانت تساهم في الحركة الاقتصادية ديال الدار البيضاء واللي خلاتها تتطور. هنا كان بيلو دو بور، حدا داك لو مور كانت سكات شنيدر، سميتو الألماني شنيدر، كان تيصوب هذوك لي بلوك ديال لا جوتي راما، لي بلوك هذوك الحجر الكبير، وكانوا تيصوبوا تيجيبوا هذوك لي بلوك في ذاك لي شاريو ديال فقوات تدوزوا من اللعبة تديهم. كان واحد الكاشالو كبير له، انا خلقيت لقيتو انا تنقول لك خلقيت في 49 لقيت كاين لي تيتون، كاين شنيدر له حدا تحت الصقاله كان لاتولي ديالو كبير. هنا كان واحد الترونزيتير اوليال فرير جوج خوت، هذه الدوش ما كانش دوش، هنا كانت الاداره ديال الادوان وهنا كانت التاكساسيون ديال الادوان، هنا تيخلصوا لي دوسي باش تخرج سلعتك وتجيب السلعه ديالك. هنا وهذا اوتيل سنترال، بريمي اوتيل سنترال. اوتيل سنترال دونك سي اقدم اوتيلات. بريمي اوتيل كازابلانكا. بريمي اوتيل كازابلانكا اوتيل سنترال 1912. شكون الناس اللي كانوا تيجلسوا فيه؟ لا ماشي لشان. ما تدوش حتى فوق التيتور ديالو. ما يخليكش هو واقف ليه، ما يخليش شي واحد يدوز من فوق التيتور. تيجيو غير لي بيلوت دو بور، لي كوموندون، لي ديريكتور دو بانك، لي باترون ديال لي سوسيتي، فهمتي؟ غير النصارى الكبار هما اللي تيدخلوا عنده. انتم السكان ديال المدينه؟ لا ما تدخلش، ما يخليكش، واخا جيرانو حنا اسيدي لينا ديك الشياطه اللي تتشيط ديال الماكله، حتى هو ديال الماكله والبيريتيف. داك الشياطه اللي تصيب تيصوب دي ساندويتش تيلون في قاغيت تيعيط علينا تلقانا جالسين حنا لهي حدا البوسطا ولا حدا تيعيط علينا علاش تيدهينا بهذيك تقول لك هاك ساندويتش.
هذه الحركة خلت المدينة القديمة تجذب الناس من جميع نواحي المغرب ومن جميع البلدان ديال العالم. كانوا فيها القنصليات ديال البلدان الأوروبية بحال ألمانيا، بلجيكا وإسبانيا. كازا كانت من ديما مدينة عالمية. C'est une médina qui a toujours été cosmopolite. Parce que elle a déjà, quand le sultan l'a réédifiée, il va l'équiper et il va la fortifier, donc avec ce bastion militaire qui est la Skala, pour la préserver des attaques et des incursions étrangères. Et il va la repeupler, donc il va ramener de la population de la région des Sawira, des Haha, des Wakhar Demknes, etc. Et puis cette ville qui est portuaire, elle va s'ouvrir vers le commerce extérieur et va attirer une population étrangère qui va venir s'installer pour commercer, puisque Casablanca, donc cette médina, il y a l'arrière-pays qui est la Chaouia et qui est riche en laine, en blé, en grains, etc., en céréales. Voilà. Et donc c'est une ville qui a toujours été cosmopolite. On atteste aujourd'hui, si vous vous promenez dans la médina, vous allez voir des architectures qui témoignent de ce brassage culturel. Salam alaikum. Bonjour. Shalom. Hello, yo coso, benvenute, willkommen. الدين دينو كل شيء تعرفه في مدينة قديمة هو موسوعة حية ديال التاريخ ديالها ومدينته تحبها. طموح ديالو يولي مرشد سياحي ديال هاد المدينة اللي من تأسيس ديالها كانت مفتوحة على العالم. والمدينة القديمة كانت مثال ديال التعايش السلمي بين الجنسيات الديانات والثقافات. دابا المدينة مثلا فيها الملاح ديال اليهود وفيها درب الجناوة ديال لي جينوا اللي بناو السقالة مثلا، وفيها بزاف ديال الانواع ديال الاثار ديال البني، وكاينين فيها لي مونيمون باغ اكزومبل جويف بحال لي سيناغوغ، فيها السادات، جامع ود الحمراء اللي مبني حتى هو في ذاك ليبوك، عندنا اون ايغليز كاثوليك. انا جو كخوا هاد ليغليز اسبانيول سي لا بليز انسيان ايغليز دو كازابلانكا. كانت واحد الطرف الارض اللي السلطان مولاي الحسن الاول هداه لواحد الملك ديال اسبانيون اللي سميتو الفونس الاونزيام 11 باش بنا فيها ليغليز ديالهم، لان كانت عندنا اون غولاسيون مزيانه معاهم. وكاين اكوتي ديال هاد ليغليز هذيك السيناغوغ اللي قلت لكم، اقدم سيناغوغ جو كخوا هي في المدينه الداخل، سميتها سيناغوغ التدقي. وهادو هاد ليغليز وهاد السيناغوغ وجاو بجوجهم حدا جامع ود الحمراء. الوغ جاو في واحد ليسباس من اللي ما كاينش ميم با 100 متر يعني، وجاو لي تخوا غوليجيون تبارك الله وصلاح النبي مقادين في كارتي واحد. دونك سكي فو دير نهار الجمعه كتلقى المسلمين هما معمرين جامع ود الحمراء اللي هو من الجامع الكبير تقريبا ديال لو كوتي بوغ ديال جهه المرسى، ونهار السبت كتلقى السيناغوغ عامره بلي جويف ماروكان تا هما، ونهار الحد كتلقى ليغليز عامره بلي كريتيان. سكي في لي تروا جور دو من الجمعه السبت الحد كانوا لي تروا جور دو غوليجيون في لا مدينه كازابلانكا. تو الموند ايت اوغو، كلشي فرحان، النصراني فرحان، اليهودي فرحان، المسلم فرحان، كل كي براتيكي لا ريليجيون ديالو وواحد لا ليبرتي، وكاين واحد التعايش ما بين الديانات. ولهذا حنا كنقولوا الدار البيضاء هي المدينه الاكثر تفتح في المغرب، لان فيها كان مخلط فيها الثقافات ومخلط فيها الديانات. جاو المغاربه من الجميع، من الشمال جنوب شرق غرب، كلشي خدم هنا وتجمعت توت لي بوبيلاسيون ديال المغرب، حتى كاع اللي جا من لافريك نواغ، حتى اللي جا من الاسبان، حتى لي زيتاليان اللي كانوا عايشين هنا بحال درب الجناوة لي جينوا. كاين واحد التخليطه عالميه في كازابلانكا. ولهذا كنلقاو، وسمحوا لي باش نضحككم شويه، كنلقاو الزين في الدار البيضاء بزاف، لان كاين ميكساج ديال توت لي بوبيلاسيون. كنسمع البيضاويين زوينين حيت مخلطين من جميع البلدان، وهذا الشيء اللي كاين والحمد لله. حنا فرحانين بلادنا، صافي بليزيغ مدينتي زوينه. كانت ساكنه معايا، معنا هنا في التحت، فين ساكن دابا انا هنا التحت، كان ساكن عائله يهوديه، المراه سميتها ربيقه والراجل سميتو عزار، وعندها ست فيه ما عندهاش الولد. كانوا عندنا السبانيول، السبانيول معنا هنا. وكيفاش كانت المعيشه جوستومون؟ حيت كانوا لي فرونسي، كانوا لي هود، كانوا السبليون،
كيفاش كانت العيشه ديال تولي جو؟ لا لا كانت معيشه مخير. لا لا الثقه الاحترام لا لا كان داكشي كان داكشي ممتاز. ما كانش الفرق بين هذا نصراني ولا هذا يهود. لا لا حنا كنا عايشين مغاربه مسلمين مع اليهود، كانوا تقريبا خوتنا، تندخلوا لديورهم ناكلوا معاهم. ما كاين شي حاجه ديال الغيار، ما كانش نيه اخرى، ما كانش الفرق. قلت لك هذيك العائله ديال اليهود اللي كانوا معنا في الدار، هذاك ربيقه وعزر، تياكلوا ماكلتنا حتى ناكلوا ماكلتهم. كانت عندنا زوره طيبه معاهم، الله عمر هذا صراحه نهضروا الواقع. اليهود العشره ديالهم معقوله. كانوا الناس تيتزوجوا مع اليهود زعما بزاف متزوجين مع اليهود. لا لا بليبار البيضاوي متزوجين مع اليهود. واحد منهم هنا عميته متزوج يهودي. في التاريخ المعاصر ديال المغرب ترى واحد الحدث في مدينه قديمه اللي خلى المستعمر الفرنسي يهجم على الدار البيضاء، وهذا الشيء قبل من توقيع الحمايه. Les Français vont arriver bien avant la colonisation, parce qu'ils vont venir aussi attirés par le commerce. Et voilà, par exemple, on a des Français qui sont installés depuis le 19e siècle, comme Prosper Ferrieux, etc., qui commerçaient donc dans la ville. Et puis, donc on arrive au début du 20e siècle, avant la signature du traité du protectorat. La France va pénétrer militairement dans la ville à la suite d'un incident justement qui a eu lieu sur une carrière d'acheminement de produits pour la construction du port et qui va faire des morts. Et donc c'était le prétexte pour la France de rentrer militairement dans la ville à partir de 1907. Viendra ensuite la signature du traité du protectorat en 1912, et donc qui va ouvrir la voie à une immigration en masse d'une population européenne qui va venir attirer donc par l'avenir de cette ville émergente. On a dit quelques photos, il y a deux navires espagnols ou un navire français, d'Arbou le Medina en 1907. وقتلوا الناس وقتلوا الشعب وهجموا على المدينه. دخلوا لا بروميير فوا على حسب ليستواغ اللي عندي من لا بورت دو لا مارين، وكان لو بروميير اجيدون اللي دخل ولا مع سيرجون، المهم ان سولدا اللي كانوا ضربوه لي ريزيستون ماروكان، كان سميتو بالوند، وعليها تسمات هذيك ليكول بالوند من مدرسه الفهريه. كانوا سماو لي فرونسي بالوند باش يهزوا ليه بقيمته هو، يعني كم كوا راه كان عندهم شي واحد يعني مهم. الخليط اللي كان في المدينه القديمه ديال كازا اثر على الثقافه والفن اللي كان فيها. هذه السينما اول سينما الامبريال، السينما هذه مسدوده شتي الباب ديالها مسدود. ها الباب ديالها هنا كان سينما. وشنو كان في السينما؟ كان الافلام افلام سينما افلام جديده بشي باش ما تفرج كاع الافلام اللي القدام كلشي تفرجنا فيهم. شحال كانت الدخله ديك الساعه؟ ويلي 6 دريال. كان ساكن المارشال قيبو. المارشال قيبو راه معروف. المارشال قيبو الزوق الشيخات اللي كان معاه، بشعيب البيضاوي وعبد الرحمن الصويري اللي تيمثل اليهودي، وبشعيب زليقه مول العود، وموشي موشي هنا. لا هو ساكن هنا وما تيجيو يتسناو هنا. هذا هي دارو، كان ساكن هو هنا في هذا السراجب. هذا السراجب كان المارشال قيبو، هذاك السراجب اللي تتشوف فيه هذاك. هذاك اسيدي هذاك هو الكوكدور، الكوكدور فين كان سامي المهلالي. ريموند البيضاويه كانت تجي هذاك كباري، كان بحال كباري وكان تيغني فيها سامي المهلالي المشهور. واخا ما بقاوش سكان الاجانب ساكنين في المدينه القديمه، بقات هي والشباب ديالها متفتحين على العالم. مهدي عزيز شاب ورابور ولد المدينه. ويلي بيبي هادشي كامل اللي دوزنا غيمشي لايلي. قولنا شنو هي تكون شاب في المدينه القديمه اليوم؟ تكون شاب في المدينه القديمه من اللي كيبانوا لي دابا، مع لا جينيراسيون اللي كبرت معاهم، سي با لا جينيراسيون اللي كاينه دابا ديال دابا. دونك كيبانوا لي زعما صراحه، كيبانوا لي زعما فول اوف موتيفيشن، هذه شبعاني الموتيفاسيون، باغيين يوصلوا بزاف د الحوايج.
حسن لو نومبر ديال لي زارتيست اللي كانوا في المدينه القديمه شحال هذه ماشي هو دابا دابا سي سي سا تريبلي ولا كاع نقول كسر كاع فهمتي كيسكي اكسبليك زعما دخلت الانترنت شحال هذيك شتي كتقول لوالديك راه غندير الموسيقى تيقول لك واش فهمتي دابا سا شونجي لا فيزيون دابا ماشي 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 سا شونجي مازال دابا راه يقول لك داركم نفس الهضره غير داركم غيبداو يشوفوا زعما واحد ليكزومبل اللي قدامه راه هو راه داز مثلا في التلفازه ولا في الراديو و سيتي جوست هو جو بحالو justement في الدومين ارتستيك ديال القديمة كيفاش يديروا الدراري باش يخرجوا justement الموسيقى باش يديروا الموسيقى كومون سا باس باش دي بروي تو سول زعما راسهم يا با كلك شوز اكسترن زعما اون اسوسياسيون شي حاجه بحال هكذا فهمتي كيفاش جاتك هذه الموهبه واش لو فات زعما اللي كبرتي في المدينه القديمه عطاتك هذا لو كوتي ارتستيك ولا هاد لونفي دو فير دو لا بيان سور وي صراحه لونفونس دو سون لا سيتي فهمتي كانت واعره صراحه كنا كما تيقولك الجيل الذهبي ياك الجيل الذهبي حنا كنا كبرنا بين يا في با تكنولوجي ودخلت التكنولوجي سو لعبنا بالطرومبيه البي هذه الشاميه كلينا فهمتي يدوزنا شهاد لا بيريود هذه ديال لا تكنولوجي فهمتي كتجلس في هذيك الساعه ديال السباق كتبقى تسمع غير البيك حيت هو اللي كان فهمتي كان بيك فناير اش كاين عاود الليل اي ابري باش كنقول بوركو با نبدا نكتب باش كنكتب باش كنكتب صافي حتى مع الوقت باش كنقول اوكي راه بوتيتر كاين النيفو برونسيال زوين تلاقيت واحد الدري في واحد الاستوديو سجل ديك الساعه بقيت حتى شي 12 الليل ولا تخلعات عليا وما عرفت شنو بور مو كان كيبان لي الاستوديو فهمتي راه نعاودش لك انا الاستوديو دو انغوجيسترمون شحال هادي راه سي با سوليت كل نهار هابط عنده طالع عنده كل نهار هابط عنده كيما قلت لك سي لانترناسيونال ما عندكش لا باريير دو لونغ سيتادير تو راب فوالا بيغمون عربية فهمتي بوركو يقدروا يداروا دي غوفخير فيهم شي حاجة اللي انترناسيونال هادي مي زعما لا لونغ اوفيسيال سي العربية ويسمعوها بنادم في استراليا يسمعها بنادم في امريكان يسمعوها ايفريوير فهمتي سي من المدينة القديمة من كازا تو ذا انترناسيونال صافي افريكا تو ذا وورلد